خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن زيارة اليوم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان. معنا على الهاتف الأستاذ سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية ونائب رئيس صحفيي آسيا والمحيط الهادي. أهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك. ولو تقولي النهاردة مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سلطنة عمان وأهم الملفات التي تم مناقشتها خلال الزيارة. شكرا جزيلا لكم ولمتابعيكم ولمشاهديكم أينما كان. الحقيقة هي الزيارة التاسعة المتبادلة بين البلدين التي بدأت أولى زياراتها للسلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه في 1972، وبعد ذلك استمرت في 73 و82 و89 و99 و2009 و2018 وآخر زيارتين كانتا الرؤساء مصر. هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس إلى سلطنة عمان زيارة هي من الزيارات المهمة جدا التي ينظر إليها إلى التكاملية، وينظر إليها إلى أنها يعني توطد لتلك العلاقات التاريخية التي امتدت عبر قرون منذ 3500 سنة عندما بدأت هذه العلاقة منذ عهد الفراعنة بزيارة الملكة حتشبسوت إلى محافظة ظفار إلى مدينة طلالة أرض اللبان. هذه العلاقات الممتدة عبر هذه الحقب التاريخية وتبادل التجارة عبر أيضا القوافل التي نقلت من عمان اللبان والتوابل إلى القاهرة، وأيضا السلع المصرية التي وصلت إلى عمان في ذلك الوقت والمشاركات العمانية التاريخية أيضا في فتح القاهرة قاهرة المعز، كل هذه تعكس هذا العمق الكبير جدا والمواقف التي اتخذها أيضا جلالة السلطان الراحل عندما وقع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد وكانت المقاطعة العربية بقيت عمان إلى جانب مصر. صحيح. نظرا لتلك القراءة الواقعية والقراءة الاستراتيجية للأحداث المقبلة في المنطقة. اليوم هذه الزيارة الثانية للرئيس لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطنة، ويثمن حقيقة إلى السلطان هيثم هذه الزيارة عالية، وأيضا يتطلع مع أخيه وشقيقه إلى أن تكون العلاقات العمانية المصرية في أفضل مستوى لها في الجوانب والمسارات السياسية والاقتصادية وكذلك الصحية والتعليمية والزراعية، وأيضا الاستثمار والكثير من الأشياء التي يمكن الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة. عنوان هذه الزيارة هو الجانب الاقتصادي. هناك تبادل لا يزال أقل من الطموح بين مسقط والقاهرة، تبادل تجاري لا يتجاوز نصف مليار دولار فقط، وهذا لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية الممتدة عبر قرون. لذلك يلتفت البلدان الآن إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بينهما سواء في مجال الاستثمار وإنشاء أيضا المشاريع المشتركة في مصر وفي سلطنة عمان. سلطنة عمان لديها الكثير من المرافق التي يمكن لمصر أن تستفيد منها، وكذلك أيضا في مصر هناك الكثير من المرافق التي يمكن للاقتصاد العماني أن يستفيد منها. هناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن ترفد ميزانية البلدين بمليارات الدولارات خلال المرحلة المقبلة. نحتاج إلى سرعة الإنجاز وإلى تخفيف الإجراءات، ونحتاج أيضا إلى المزيد من الانسيابية سواء كانت في السلع المنتقلة من القاهرة إلى عمان أو من مسقط إلى مصر، وهذه مرحلة مهمة. اليوم عصر التكتلات الاقتصادية، الاقتصاد هو الذي يستطيع أن يوحد هذه الأمم المتفرقة في الوطن العربي. الاقتصاد قبل السياسة يستطيع أن يصنع هذا التقارب. السياسة ربما يختلف فيها الزعماء في تقاطعات المصالح، لكن الاقتصاد له لغة واحدة. ولكن أيضا أستاذ سالم، يعني نحن اليوم أمام حراك عربي لتكوين يمكن رؤية عربية موحدة مشتركة تجاه كل القضايا التي يواجهها العالم وربما الإقليم، وإحنا بنتكلم عن قوة عربية بتتحرك أمام ما يحدث في العالم من متغيرات وأزمات. نعم، هذه الخطوة الثانية التي يمكن أن نتحدث بها. أنا أعتقد بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة إخماد الملفات الساخنة
في كل من اليمن وليبيا وسوريا. وهذا في نظري مسؤولية العرب جميعا الآن. هناك القمة العربية التي يختلف فيها بعض العرب حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهذا أمر لابد أن يحسم ولابد أن يكون هناك قرارا عربيا بإجماع حول هذا الموضوع. هذا أولا. الأمر الآخر، هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، والبعض يتحدث عن دمج إسرائيل في مجتمع الشرق الأوسط، وهذا لن يحقق الغايات والطموحات التي يريدها العرب. العرب يريدون الأرض مقابل السلام، وهذا ما زال يتمسكون به منذ أن طرح جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في المبادرة العربية في عام 2002، عندما قال بالإمكان أن يطبع جميع العرب العلاقات مع إسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية دون استثناء. وهذا كان طرحا صريحا وواضحا، لكن محاولة الالتفات على هذه المبادرة أنا أعتقد بأنها ستكون ضعيفة. إذن أستاذ سليم، الملف الاقتصادي، الملف اليمني، القضية الفلسطينية، ماذا أيضا على يعني ملف المباحثات ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان؟ المباحثات التي دارت اليوم وستدور غدا أيضا قبل مغادرة الرئيس عائدا إلى القاهرة، هو تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وأيضا صناعة الفرص التي يمكن أن يحقق البلدين من خلالها الاستفادة القصوى المشتركة. هناك جالية موجودة في سلطنة عمان، وقد ساهمت هذه الجالية على مدى 52 عاما منذ أن جاء السلطان قابوس إلى سدة الحكم في النهضة التعليمية وفي النهضة الصحية والزراعية وفي الكثير من يعني القطاعات التي كانت عمان تحتاج إلى بنائها في ذلك الوقت وتشكيل البنية الأساسية لها. اليوم نحن نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، نحتاج إلى قراءة المستقبل، إلى صناعة الابتكار وإلى التقنية والتفوق فيها، وإلى النظر إلى المستقبل خلال الفترة المقبلة. لم تعد هذه القطاعات الآن هي القطاعات التقليدية التي يمكن أن تقود قاطرة الاقتصاد في المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة تحتاج إلى قراءة أفضل وقراءة أدق وقراءة أشمل، حتى يمكن أن يستفيد البلدين من الإمكانيات المتاحة لهم. صحيح، العلاقات المصرية العمانية على مدار تاريخ علاقات حافلة بالحيوية والاستراتيجية، وما بعد ثورة 30 من يونيو يعني شهدت هذه العلاقات نوع كبير من الزخم ونوع كبير من يمكن التفاهمات ويعني الاستراتيجيات المناسبة لكل البلدين. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية ونائب رئيس صحفي آسيا والمحيط الهادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.